بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جمال الجزائر والجزائريات العايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في الاول نزول الجزائري السريني كاع شين دي مرتك الغلوفا بونجور ساليتو لي زانجيريان جيريان كي فيفون انجيريان اترونجي لا شرقيه الغربيه الثقافه الجزائريه. الزول ولا نزول الزول ولا نزول يا خوتي. الوضع في السياسي في البلاد او غير يتأزم، لان احنا قلناها عند شحال يعني من 92 التسعينات، وهي الجزائر جازت على أزمة سياسية إلى يومنا هذا، ليس أزمة اقتصادية، لأن الأزمة الاقتصادية جات هما قالوا عندنا أزمة اقتصادية. علاش سرقوا الملايير للخارج، داوم الخارج الآخري، وبعض الأشخاص هم تخباو مور العصابة. مثلا هذاك زميرلي بريزيدون تاع ملاحة حسين داي اللي شرى اوتيل في فرنسا، كيف خرج هذوك الدراهم من فرنسا. امثال عمر بن عمر، امثال كاين واحد جبدو الاخ هشام عبود والاخ عبدو سمار، هو جمال ولد الحاج اللي ماشي معروف كاع، ما يعرفوش، لان هادو هما لو بوازون تاع البلاد، هادو هما حقيقه. يعني الازمه كما قلنا ازمه سياسيه، لكن اليوم شفنا بعض الخراجات تاع حد المرتزقه تاع الجزائر والحركي والقومي اللي سرق الامه الجزائريه. وفي سبتو رانا الوضع السياسي في الجزائر هادي، هو الاخ هو الجزار خالد الجزار ان شاء الله لا عدمه في النار، اللي هرب لاسبانيا. اعلى ما راحش لفرنسا، بكري كانوا يروحوا لفرنسا، هايدا يا خوتي يداوي في فرنسا، ما راحش لفرنسا، راح لاسبان. علاش علاه راح لا 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 كيما يقولوا لاسبان؟ اسبان ما عندهمش كونفونسيون، ما يقدروش يرحلوه الى اخره. لكن فرنسا على بالو بلي فرنسا سي لا جوستيس الجيريان دوموند الغوفرنمون فرونسي باش يرحلوه حقيقه. علاه بوشوارب ما راحش لفرنسا؟ على بالو بلي يرحلوه حقيقه، باسكو على بالو بلي هاد الاشخاص العصابه مازال العصابه، ومازال فرنسا تتحكم في الاوضاع في البلاد في الجزائر. اين هي لافير تاع توتال؟ اين هي لافير تاع توتال لي زاكسيون تاع انا داركو؟ وين لحقه؟ كان الاخوه يقولوا لكم بلي كان غاز الصخره يعملوا فيه توتال، والاخر كان الناس يلوموهم يقول لك ما كاش منها. هي حقيقه الغاز الصخره ما يديروا فيه جهه توغورتو والاخر عين ميناس. يعني كاين بزاف حوايج لوش في البلاد، لان علاش هاد الاشخاص اللي حاكمين لي فوايو هادو اللي حاكمين ما يعرفوش كيف يدير لا بوليتيك سياسه، يعرفوا سولمون الاخر لا بايونيت. باسكو لا بايونيت كيما قال نابوليون، قال لك اون بو تو فير سوف لا on peut tout faire avec la baïonnette sauf s'asseoir dessus. غادي نديرو كلش بلا بايونيت، لا بويسون القوه كلش الحكم، الا باش ما نقدروش نقعدوا عليها. هذا ما كان يعني اليوم الحق هذا المرتزق هدايا اللي يحب يدخلنا في حرب مع الاخوه المغاربه. لان علاش نقول لكم هايدا، وليدو هذاك الجيري باتريوتيك مازالو ميهضروا على المغرب، دارك المغرب يا ودي فاقوا، هضر على الوضع في الجزائر، هضر على العصابه كيما انت اللي سرقتوا الامه الجزائريه. والله غير تتحاسبوا، اني حلفت غير تتحاسبوا، وين تروحوا الشعب يكون معاكم. الا الجاليه الجزائريه موجوده في اسبانيا دوك، لان دوك هم يروحوا لاسبانيا الامارات لكاريب، وين ما كاش الجزائري. الامارات معروفه على بلانشيتمون دارجون، يقول قلق الرسول وما اون بارلون با، قال لي بنك تاعهم مختومين بالحرام اون بريسيس. يعني الاشخاص كيما قلت لكم هذا المرتزق ينهضروا عليه، لكن نسينا الاخرين مثل تواتي المخ هذاك البلانشيتمون دارجون تاع خليفه النزار، هو العربي بالخير. العربي بالخير فاميلتو كاع تتحاسب نورمالمون، تتحاسب كاع، وما نساوهم كاع هادو. اما اللي يحبوا المحاسبه هادو هما، شكون جاب هوندي للجزائر، وشكون لو بايب اللي جاي للطليان كان عندهم ان بورسونتاج، لو بايب دو غاز اللي جاي للطليان عندهم ان بورسونتاج، سي العربي بالخير وشادلي وجمعتهم كاع هادو هما.
يعني واش حبيت نقول لكم هنايا، نقول لكم بلي العسكري ما يقدرش يحكم البلاد، يسير البلاد حقيقة. مدوا لي بلاد عسكر سيروا البلاد للديمقراطية، إلا بلاد واحد هي البرتغال 73 ولا 76، صرا يعني انقلاب عسكري، ومن بعد واش داروا اموابري، مدوا سلموا الحكم للشعب يعني للسياسي. حنا ماذا بينا هادوما يسلموا الحكم للسياسيين، ليس السياسيين اللي يحبوهم هما مثل جاب الله هادوك حماس والبيتي هادو الاراندي والاف، هادو جاي يتحلوا، هادو الاحزاب يتحلوا، لان احزاب تاع الشيتا وتاع الحاسي هادو جاي يتحلوا. واش بريسيس كيما حلوا اون 92 للحزب الفيس، هادو جاني يتحلوا، يروحوا جا يجيبوا جدد افكار جديده اللي ما كانوش معاهم. واش بريسيس حتى الناس الشعب يعرفهم اللي كانوا معاهم، زعما لي سانديكا اللي كانوا معاهم، سانديكا نحاو سيدي سيدهم السعيد جابونا واحد كان معاهم. هذوك الحركات الطلابيه علاش، شو وين راحوا الطلاب وسانديكا؟ علاه؟ باسكو هادو اللي حركوا البلاد. حنا شفناهم ما كان والو، ومن بعد الشعب خرج يكلاطا خلاص الشعب كره. علاش؟ على الظلم، ما خرجش على الاخر، على الخبزة ولا الظلم. الظلم والجزائر معروف يكره الظلم. هذه يعني، وحنا في الجزائر كما قلت لكم مخصوصين الاستراتيج ليس السياسيين. سياسيين نيمبورت كي قادر يولي سياسي، عنده افكار. قلنا الفرق بين السياسي والاستراتيج والاستراتيجي، لا السياسي هو اللي عنده أفكار جديدة يطبقها في الميدان، والاستراتيجي اللي عنده أفكار المدى البعيد بعد. شوفوا كاع في العالم عندهم دي بيرود استراتيجيك تاع ليكونومي تاع، علاش؟ باسكو ملي عندهم أفكار. حنا في الجزائر ما كاش، عندنا زوج راهم يتبعوا فيهم سون بيتي، يقطعوا عليهم شكون حتى يعرفوا غير واحد هو يوسف في هذيك المغاربيه والاخر، والاخر العربي زواميه فريمون ستان استراتيج. وسمعتو وقادرين تشوفوه وتسمعوا له الهضره، حتى الهضره يعرف يهضر. الاخر كاين واحد ما يعرفوش كاع، هو الاخ عباس عروه تاع حركه رشاد، ستان استراتيج حقيقه. لو كان يكثر من لي فيديو كيما درت نداء الاخر، قلت له كثر من لي فيديو باش الشعب يعرف يولي يعرفوه. يعني كاين ما نقولوش ما كاش، ما نقطعوش الياس، ما نقطعوش الياس يعني. وثالثا الناس كثرت الهضره، كثرت الهضره، يقول لك التغيير. ما قلنا حنايا التجديد، علاش قلنا التجديد؟ نمد لكم دو زيكزامبل في العالم اللي صراو هو التجديد حقيقة، التجديد حقيقي ليس التغيير. لأن ومن بعد نمدكم ثروات ثورات الجديدة اللي خرجوا جدد. يعني أولا الثورة الفرنسية في 1700 ولا جابت حاجة جديدة ضد المونارشي، ضد الملكية في فرنسا. لويس ولا واسمو كانوا ضد، جابوا حاجة جديدة. شكون حاجة جديدة؟ لا ريبوبليك، يعني فكرة جديدة. ومن بعد كاين الثورة واحدة في العصر الحديث، هي الثورة الإيرانية، الثورة الإيرانية، لا ريفولوسيون إيرانية. علاش؟ لا مونارشي. ومن بعد داروا، باش نفهموكم يا خوتي، لا مونارشي، ومن بعد جاء الديمقراط هو ابن سطر. ومن بعد هذيك لا مونارشي ولات بأيدي خارجية، هي الإنجليز والأمريكان. لكن جت نظرة جديدة هي الثورة الإيرانية الإسلامية كما يعيطوا لها. يعني مي نحو كاع هذوك اللي كانوا مع النظام مع المونارشي والديمقراطيين، نحوهم كاع. شوفوا راهي إيران سي اون بويسونس نيوكليير، يحب حب اللي كراكرا، هذه واقع. حتى الثورة الفرنسية راهم يمشوا نحو كاع القدم. إذا حنا باش تنجح الثورة تاعنا لازم نجيبوا حاجة جديدة اللي ما كانوش كاع معاهم 62، ما يمثلناش هذاك 62 يومين يجي يهضر باسم الأمة. وين كان هذاك الإنسان كي كان ياكل ساكت ما كانش يهضر، ياكل وقال الشعب هذا خليها ورايد، ومن بعد كي جا الثورة يمثل الشعب. أنا نشوفهم.
يعني وما نطولش عليكم يا خوتي، سي بور سو قلنا لكم الثوره هذه هي الثوره، اللي يحب الثوره هي التجديد ليس التغيير. ونقول الامه الجزائريه نكونوا موحدين، وكاين دي زيدي كما قلنا لكم ديرنييرمون اون افي باسكو نتبعوا حنا شويه، تبعنا واحد الاخ في فرنسا مد حاجه جديده، قال لك باللي لازم كل بلديه تمثل في الولايه هذيك تمثل 3 ولا 4 ولا 12 عيبات يعرفوهم هذيك البلديه، يعرفوه كاع يفوتيو عليه يروح الولايه هذيك، ومن بعد يخرجوا 6 عيبات في الولايه هذيك ولا 3 ولا 4 ولا كيما يحبوا، ومن بعد يعرفوه في الولايه بلي الانسان هذا مليح، والاخر يروح الناسيونال يخرجوا 48 واحد، ولو كان بريزونتي واحد برك 48 واحد 48 ولاية يمثلوا الثورة الجزائرية مع هاد الأشخاص، لكن هاد الأشخاص ماشي قابلين للحوار حقيقة، لأنهم يجيبوا توجور الأشخاص هادو، وكيف تحاور مع إنسان أو يدي الناس تحورية الرأي الناس الحبس وخرجوا زعما يقول لك شباب هذا خرج، لكن الأخ بورقعة المجاهد بورقعة مازال ما خرج، أين هي الحوار مع هاد الأشخاص؟ كيفاش إنسان هذا الرأي ورأي هذا حرية الرأي، إذن هاد الأشخاص يزاكسبتوا دوتر زيدي دوتر أفي. ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم على البروشين إن شاء الله.